السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديكم إن شاء الله معايا البحر في جولة للزيقواط. كاين اللي يعرفوه كاين اللي ما يعرفوهش. أنا نعرف به اللي ما يسكنوش في بجاية، اللي حابين يجوا يزوروا بجاية وحابوا يعرفوا أماكن. هذه البلاصة روعة كما نقول لكم، هايلة. رايحه ان شاء الله نديكم معايا، وقبل ما نديكم راح نديكم لهذا الريستورون، هذا لو ريغال وين تغدينا، اللي متواجد في الطريق اللي تدي لبلاس غيدون قدام بولفار عميروش. احنا هذه الطريق اللي رايحين نروحوا ليها للزيقواط، قلت نوريه لكم. عنده قلت لكم كلش، والسوم تاعو يعني معقوله في متناول الجميع، وحتى الماكله نظيفه والتقديم وكامل يعني لاكوي وكامل يعني، غير روحوا ليه وما تندموش. هنا رانا رايحين البحر تاع الزيقواط. انا حبيت نوري لكم هذا البيتي جاردان، هذا اللي عقدنا عليه وعيطوا له السكوار، اللي متواجد في فلاغي دو بيير في المدينه القديمه كما نقولوا القديمه. طريقنا هذه هي اللي عقدنا جزنا عليه. هنا هذه الطريق اللي رايحين ليها، اللي ما يعرفش يعني المكان هذا، الطريق هذه تدي للزيقواط وتدي لكاب كاربون. هنا في طريقنا قبل ما نوصلوا للزيقواط لقينا هذا صالون دو تي وخشينا ليه وصورت لكم شويه، عجبني الحال بزاف. قلت والله غير نعرف، كاين الناس يجوا من بعاد يعني، هما من الاماكن يعني او الولايات الاخرين، قلت نوريه لهم على اللي حب يجي ليه. مرحبا بكم. هذا صالون دو تي روعه، وهو يعني كما نقولوا فاميليال، نتاع فاميليات يعني، كما راكم تشوفوا القعدات اللي فيه قعدات عرب كما نقولوا. عنده يقدم التاي وبالمكسرات، وعنده كامل انواع كما نقولوا لي غاتو تراديسيونيل، كيما القطايف وكيما البقلاوه والقلب اللوز وحوايج هذو تاع اللي يمشيو مع لاتاي معسلات. عنده حتى لا ميوزيك فيها كما راكم تشوفوا يعني، يعزف على الجيتار. وتعرفوا كاين اللي يحبوا هذه القعدات هذو. هنا وصورت لكم شويه فاني تشوفوا واش كان عنده. يقدم كامل المشروبات الغازيه، كاين لي غاتو لي تارت، كاين لي موس لا موس شوكولا، ها كما راكم تشوفوا. وقال لي ان شاء الله رايحين حتى يوليو يقدموا لي غلاس، كل انواع لي كريم ولا لا غلاس. ها شوفوا نظيف ما شاء الله يعني، واحد المكان وحتى لاكو يعني ما شاء الله، وحتى الراجل اللي يخدم فيه واحد الراجل يعني الله يبارك. روحوا ليه ما تندموش. اي طريقكم كتعودوا رايحين كاب كاربون ولا رايحين للزيقواط تلقاوه قبل ما توصلوا مع تبغى الطريق اللي تدي للزيقواط. كما راكم تشوفوني صورت لكم ابوبري، المهم راهو يبان في الفيديو. هنا رايحين ان شاء الله هذا الطريق كما قلت لكم تدي للزيقواط وتدي لكاب كاربون. احنا رانا رايحين للزيقواط ماشي كاب كاربون. المره الجايه ان شاء الله نديكم معايا الكاب كاربون بجايه، واش نقول لكم فيها واحد الاماكن روعه روعه. نتمنى ان شاء الله الكامل المشتركين تاعي اللي بعاد، اللي يسكنوا في الولايات المجاوره ولا اللي يسكنوا اللي راهم في الغربه، زوروا بجايه ما تندموش. كي نقول لكم عندنا اماكن نقول كيما نقولوا لو باراديس سور تير، والله غير الجنه على الارض. شوفوا هنا الله يبارك، ملي خرجنا نسيت ما قلت لكمش، هنا عدنا رايحين شوفوا الدنيا. هاي ليليا رحنا ابي، درنا 3 كيلومتر ابي، بصح ما حسيناش خلاص. زيقواط من 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 بجايه حتى لزيقواط كاين 3 كيلومتر، ولا كيما نقول لكم من لابلاس غيدون حتى اللي ما يمكنين، باسكو كثير كثير اللي يسكنوا بخارج بجايه يعرفوا لابلاس غيدون. من ثم اللي خرجنا حنا كاين حتى 3 كيلومتر، رحنا هنا ابي مي بطوموبيل رابيد يعني، توصلوا اللي راهو بالطوموبيل اللي حيوصل رابيد. وحنا كيما قلت لكم رحنا نمشيو ما حسيناش، صح طريق بعيده بصح تالمو كاين هذا المناظر هذو. نمشي ونشوفوا في البحر يعني، وهذا الشجر وهذيك الهواء النقي، واش نقول لكم والله لا تمنيت تكونوا معايا يعني، والبنات معايا، بناتي اللي مش مزوجين والمزوجات وبناتهم الصغار والزوج تاعي. كي نقول لكم عقبنا نهار ما شاء الله، قلت يعني والله غنشارك الكامل المشتركين تاعي هذه الخرجه.
هكذا نعرفكم على هذا المكان، وبالك شكاشي نهار تجي ونكون يعني تكونوا استفدتوا من عرفتوا شوية، نعتلكم منين وين تروحوا إن شاء الله. رايحة في المستقبل راح نزيد ندير لكم فيديوهات من النوع هذا، يحبوا هذا من نوع، يحبوا هذا النوع من الفيديوهات. عفوا هنا ليليا هاهي قعدت قالت لي ديري لي فوتو هنا، شوفوا واش نقول لكم، نخليكم ومن بعد ان شاء الله نتلاقى معكم. زادت حزت الايام يا حالة رانا ولما زيت وسال تحزني بسنا بس تغر ونان سنعدو تخصيتي وتبغاي يغي غدي ندو يترو سلفظني كذا بينو با سلفظني كذا بينو با السندو السندو يا يغدو ذي ذا من لا السندو السندو يا كنان تشرب وقال يا كنان تشرب you
هنا كما راكم تشوفوا رانا وصلنا للزيقواط، صورت لكم شويه منه تشوفوا الله يبارك واحد المكان يعني روعه، كاين حتى ريستورون، كاين يعني اذا حب يعني الواحد يشري كشي حاجه، وكاين طوموبيلات كما راكم تشوفوا يوصلوا حتى للفم. واحد المكان كما قلت لكم روعه، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استمتعتوا معايا، ونتمنى لكم تزوروا هذا المكان. وحبيت نقول لكم نقول مرحبا بالليزابوني جدد اللي دخلوا في قناتي، واكيد ما ننساش المشتركين تاوعي القدم، عزيز على قلبي كامل جديد والقديم. وش حبيت نقول لكم ثاني، اذا عجبكم الفيديو وعجبوكم هذه المناظر هذا اللي وريت لكم، ما تنسونيش في اللايك والبارتاج وتفعلوا الجرس، هكذا يوصلكم كل جديد، كل خطرة ندير حاجة توصلكم. ونقول لكم مع السلامة وفرجة ممتعة، وهنا الفيديو مش حمزل ما يخلصش، كملوه معايا للأخير، ونقول لكم مع السلامة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.